طبعا علشان الفتره اللي جايه المهمه جدا جدا جدا. والنقطه انت قلتها دي نقطه برضو خطيره جدا، نقطه ايه؟ ان انت هتسلم 10 لعيبه للمنتخب. طبعا النهارده كلنا طبعا اتفاجئنا بالامانه، هو قرار حلو ان البطوله الوديه كانت تتلعب في الامارات اتنقلت مصر وهتتلعب في مصر، فبالتالي وفرت يوم، وفرت يوم وهتسهل كمان فكره التعب اللعيبه يا استاذ محمد برضه. صحيح صحيح. فان شاء الله باذن الله يكون برضه في تنسيق، بحيث برضه ان الاهلي حسب ما فهمت مباراه يوم 29 مارس يوم جمعه، اتمنى يتم التنسيق والمنتخب يتفاهم موقف الاهلي. الدوره الدوره بدل ما تتعب 22 26 ممكن تبقى 20 25. خلينا نتكلم في الصحه محمد، هو كده بدل الماتش 29 الصفر 26. احنا طرحنا حلين بالنسبة للموقف. أي. الأهلي متعاون بشكل كبير جدا مع المنتخب، ويتمنى التوفيق للمنتخب. حصل. وعندك 10 لاعبين، عندنا حلين. قلنا النهاردة يتم تقديم النهائي بتاع البطولة يوم أو يومين، بحيث يتاح أو يسمح للنادي الأهلي السفر بدري لتنزانيا. تمام. وده حل. الحل الثاني إن لاعبي النادي الأهلي يلعبوا المباراة الأولى بس، ويتم السماح ليهم للنادي الأهلي علشان التجانس والناس تبدأ يعني تشتغل تحت قيادة كولر، وكابتن حسام عنده عناصر كتير ممكن يتم الاستعانة بيها، وكمان فرصة عشان يشوف وجوه جديدة في منتخب مصر. والله هو بص، بالنسبة للعدد اللي خده الكابتن حسام أنا لا أتوقع أن حالة زي ده يمشي، أنك تاخد 10 من فرقة واحدة واخد من الزمالك حارس المرمى، واخد من عدد كبير. فطبعا بالتالي لما يجي يعمل تشكيلاته هيبقى من الصعوبة جدا أن يجي في الماتش التاني، يبقى الا لو بنتكلم على الحل الاول على الماتشين، بحيث ما يبقاش فيه جهاد تقديم، حتى تقديم المباراه، خاصه ان البطوله تم نقلها من الامارات لمصر، فالامور بقت متاحه دلوقتي ان احنا ممكن نقدم النهائي ان شاء الله لو مصر وصلت للفاينل، او حتى لا قدر الله الثالث والرابع يتم تقديم. هو الثالث والرابع هيتلعبوا 25 قبلها بيوم. ده المواعيد اللي كانت في الامارات. هي تقصد تقول ان ممكن المواعيد كانت في الامارات. هو في سؤال، انت في مصر ايه المشكله نلعب 22 و25 او 21 و25؟ هو بيعمل كده على اساس ان هو يعمل ايه؟ ان هو عاوز يلعب، هيلعب الماتشين بعد الفطار، وبالتالي مش هينفع يلعب الماتشين مع بعض في توقيت واحد، واحد 25 واحد 26. صح. فهنا انت في ازمه على فكره، دي للمره الثالثه يا كابتن. بس في الجوله الاولى الماتشين في نفس التوقيت يوم 22. احنا بنتكلم النهارده ان المباراه هي يا استاذ كريم تكون 25، يعني بتسمح للاعبي النادي الاهلي يوم 26 يوم اضافي.